إلى بارئها، وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب. المرحوم بإذن الله تعالى الحاج عبد الرافع البنا، مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية، وقد جئنا جميعا مشاركة إلى أسرة الفقيد الراحل الأستاذ محمد عبد الرافع البنا، والأستاذ تامر عبد الرافع البنا، والأستاذ أحمد عبد الرافع البنا، والحاج أحمد البنا، والحاج سمير البنا. الله أسأل أن يجعل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على قبره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولقد استضافت العائلة عالم كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، ملك المقامات ومحرك القلوب، وعالم من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، صاحب صوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، والمقيم بشبرا اليمن مركز زفتة محافظة الغربية، فضيلة القاري الدكتور عبد الناصر حرق. سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد، ولنا حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء ينفقون في السراء والضراء
العظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. يا ميسر الأمر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Thank you.
ربنا يبارك فيك. الله عليك يا دكتور. للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اشرح صدرك يا دكتور عبد الناصر. والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قرآن من أهله يا دكتور عبد الناصر قرآن من أهله يا أستاذ يا عالم الغربية الله أكبر صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان هذا بيان
هذا بيان. شيخ المشايخ، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان، هذا بيان، بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله أكبر، كمان كمان بالإحساس الطيب، كمان الله أكبر. هذا بيان للناس وهدى للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا بيان، هذا بيان. الله أكبر، أفيد عليك كمان وكمان يا دكتور عبد الناصر. الله أكبر، بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله، الله أكبر، الله أكبر. هذا بيان. هذا بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله أكبر. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله أكبر. سبحان من هذا كلام. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله أكبر. الله أكبر. اشرح صدرك يا رب. سبحان من هذا كلام. سبحان. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. سبحان. سبحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. عشان خاطر الرئيسة الكريمة المشيرة العظيمة ستنا السيدة زينب بنت حضرة الله.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بما يفيد عليك كمان وكمان يا دكتور الله اكبر
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. حقا والله لا يحب الظالمين. لا تظلمن